السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بالغنيمة؟ وهل هي خاصة بشيء دون شيء؟ المراد بالغنيمة ما استولى عليه المسلمون بالقتال من أموال الكفار، وهذه ينزع منها الخمس والباقي يقسم بين المقاتلين. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالباقي يقسم، أربعة الأخماس تقسم بين المجاهدين، للفارسي ثلاثة أسهم، سهمان سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم. نعم.